أول خطوة لازم الشهادة بتاعتك تكون مكتومة من الجامعة. تاني حاجة تروح مبنى المحافظة بتاعتك وتختمها ختم وزارة الخارجية، وده بيكون ختم مجاني وبتاخد الشهادة في نفس الوقت، ما بتستناش. تالت حاجة هتاخد شهادتك اللي عليها ختم الكلية وعليها ختم وزارة الخارجية اللي انت عملته من المحافظة، وهتروح على الملحقية الثقافية موجودة في شارع 4 ابن سينا الجيزة، هتسلم الشهادة ومش تدفع اي حاجة، وهتبيت في القاهرة، وهتيجي تاني يوم. هتروح فين؟ هتروح السفارة الاماراتية اللي موجودة في التجمع الخامس 77 شارع 90، تمام؟ هتدفع بالفيزا المصاريف المطلوبة منك وهتستلم الشهادة بعد ما تستنى طبعا شوية عليها الختم بتاع التوثيق. بس اتمنى يكون الفيديو عجبكم وافادكم على السريع كده، وشكرا.